أنا مغترب جاي من ألمانيا وبقصد صور من نحنا وولاد كنا. أنا جاي من أمريكا، صرت 5 سنين غايب من لبنان والمدينة كتير حلوة. نحنا جايين من السويد وكل تقريبا كل سنة بننزل على صور، إنه بحب هون كتير حلو البحر وخاصة هون يعني. صور عندها مقومات سياحية كتير مهمة. عندنا الموقع الأثرية، عندنا محمية صور الطبيعية، عندنا الميناء القديم والميناء والمدينة القديمة اللي احنا فيها، عندنا الشط. فعوامل هالجذب هيدي بتخلي المدينة قبلة للسياح، لأنه بتنشط الحركة السياحية وبالتالي الحركة الاقتصادية بتنشط بشكل سريع، ولأن مكونات هالجذب العناصر الجذب مختلفة فبتتشابخ مع بعضها كلها. تقريبا بناخد موسم كتير منيح، بقولوا انه صور مدينة دافئة لانه هن بيعنوا بحرارة صور وهيك جوا هن اهلا. عايشة بأبوظبي 4 سنين، ما اجيت، جينا ننبسط، نتسوق، ناكل اكلات طيبة، نتفرج على الاماكن الحلوة ونغير جو احنا والولاد. انا جاي من المانيا، جاي على مدينة صور. صور مدينة حلوة كتير، بننسى همومنا، بننسى الغربة. صور نتيجة تنوع، نحن من يعني بكافة أطياف الشعب اللبناني، المجتمع اللبناني موجود عندنا هون، من مسيحيين ومسلمين مختلفين وغيرها، ومتفاهمين الحمد لله. الناس بتحب بعضها، عامل حسن نية مفروض، الحرية موجودة. الموسم كتير 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 لحد هلأ منيح الحمد لله. بنتمنى كل هالشي يكون بكل مدن لبنان، لأنه بالنهاية نحن بلد واحد، بس يتعافى مدينة بتتعافى الوطن، يتعافى المدن كلها بتتعافى كلنا. إن شاء الله بكون الموسم بضل هيك، لو كفى هيك نحن كتير ساتسفايد، كتير مكتفين نحن لحد هلأ. وإن شاء الله بكفي معنا بهالأشهر هذه، وأكيد بنتمنى السنة الجاية يزيد.